السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أولى إعدادي، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس الحياة الاقتصادية، آخر درس في التاريخ. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. اعتمد المصري القديم على المواد الخام المحلية في صناعة ايه؟ في صناعة القوارب. رقم 2، قسم المصري القديم السنة الزراعية الى ايه؟ الى 3 فصول. رقم 3، نجح المصري القديم في توفير المياه فترة اطول للزراعة عن طريق ايه؟ عن طريق اقامة السدود. رقم 4، استخدم المصري القديم نقط في تقليب التربة الزراعية، يبقى استخدم الفأس. رقم 5، أقدم الصناعات في مصر القديمة هي الصناعات إيه؟ أقدم الصناعات في مصر القديمة هي الصناعات الحجرية. يرجع الفضل للمصريين القدماء في اختراع صناعة إيه؟ اختراع صناعة الزجاج. من الصناعات التي ارتبط وجودها بالبيئة الصحراوية في مصر هي الصناعات المعدنية. استخدم المصريون القدماء الخشب في صناعة الأساس. قامت صناعة النسيج في مصر الفرعونية على ايه؟ طبعا على الكتان. العامل المشترك في ازدهار كل من الزراعة والصناعة والتجارة في مصر الفرعونية هو نهر النيل. السؤال رقم 2، اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. اهتم المصري القديم بشؤون الري، الاجابة صحيحة. يمتد فصل الفيضان من منتصف فبراير حتى منتصف اكتوبر، الاجابة خطأ. عشان يمتد فصل الفيضان من منتصف فبراير حتى منتصف يونيو. صناعة الأسلحة والأواني في مصر الفرعونية من الأحجار والمعادن، الإجابة صحيحة. ارتبطت الصناعات الفخارية بوجود نهر النيل في مصر، الإجابة صحيحة. صنع المصري القديم الأبواب والتوابيت والصناديق من المعادن، الإجابة خطأ. لما يقولي أبواب وتوابيت وصناديق يبقى صنعها من إيه؟ من الأخشاب. حرص الصانع المصري القديم على إتقان مصنوعاته، الإجابة صحيحة. استخدم المصريون القدماء الجلود في صناعة الوسائد، الإجابة صحيحة. 8، كان يتم صناعة الورق من الكتان. صناعة الورق كانت من إيه حبيبي؟ كانت من نبات البردي. عرف المصريون القدماء النشاط التجاري بعد الوحدة الثانية، هقول له الإجابة خطأ. أمال هتصححها. عرف المصريون القدماء النشاط التجاري منذ فجر التاريخ، يبقى عرف المصريون القدماء النشاط التجاري منذ فجر التاريخ. رقم 10، كان النقل البري شريان المواصلات الأول في نقل بضائع من مدينة لأخرى في مصر الفرعونية، هقول له الإجابة خطأ. تصححها، هقول له كان نهر النيل، تصحيح العبارة، كان نهر النيل هو شريان المواصلات الأول في نقل بضائع من مدينة لأخرى في مصر الفرعونية. كونت مصر علاقات تجارية مع بلاد فينيقيا وبلاد بونت، الإجابة صحيحة. السؤال رقم 3، بما تفسر أهمية نبات الورق، أهمية نبات البردي في مصر القديمة، أهمية نبات البردي في مصر القديمة. ليه نبات البردي حبيبي كان مهم؟ لأن المصر القديم صنع منه الورق والقوارب والسلال والحبال والحصير. تاني، لأن المصر القديم صنع منه الورق والقوارب والسلال والحبال والحصير. رقم 2، بما تفسر أهمية نهر النيل في التجارة الداخلية في مصر الفرعونية. ليه نهر النيل كان مهم في التجارة؟ هقول يا حبيبي، لأن نهر النيل كان يمثل شريان المواصلات الأول في نقل البضائع من مدينة لأخرى داخل مصر. رقم 3، بما تفسر كونت مصر الفرعونية علاقات تجارية مع بلاد فينيقيا وبلاد بونت.
لجلب الأخشاب والبخور والجلود والعاج من هناك عن طريق السفن التي كانت تبحر عبر البحرين الأحمر والمتوسط. رقم 4، ماذا كان يحدث إذا لم يعرف المصري القديم المعادن؟ إيه اللي كان هيحصل لو المصري القديم معرفش المعادن؟ رقم 1، لا استمر المصري القديم في صناعة أدواته من الأحجار فقط. رقم 2، لم يسير نحو التطور الحضاري بخطى سريعة. رقم 3، لم يقم المصري القديم بصناعة الأواني والأسلحة وأدوات الزينة من المعادن. رقم 2، ماذا يحدث إذا لم يستورد المصري القديم الأخشاب من الخارج؟ لم يصنع الأبواب والتوابيت والأساس والمقاعد والصناديق من الخشب كما لم يتمكن من صناعة السفن. رقم 3، ماذا كان يحدث إذا لم يجري نهر النيل في مصر بالنسبة للتجارة الداخلية؟ إيه اللي هيحصل للتجارة الداخلية لو ما كانش نهر النيل موجود في مصر؟ لا أصبحت التجارة الداخلية في مصر قائمة فقط على الطرق البرية. ما المقصود بكل من الحياة الاقتصادية والصناعة والمقايضة؟ المقصود بالحياة الاقتصادية يا حبايبي هي مجموعة الأنشطة البشرية التي كان يمارسها المصريون القدماء عبر العصور. طيب المقصود بالصناعة تحويل المواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية من صورة إلى أخرى. أما المقصود بالمقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. كمان ما المقصود بالتجارة الداخلية وما المقصود بالتجارة الخارجية؟ التجارة الداخلية هي حركة البيع والشراء التي كانت تتم بين القرى والمدن المصرية. أما التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء التي كانت تتم بين بين مصر والدول الأخرى. رقم 6، ما المواد الخام التي اعتمد عليها المصري القديم في صناعة كل من السلال؟ اعتمد على البردي، أما النعال فاعتمد على الجلود، الحصير اعتمد على البردي، الأساس اعتمد على الخشب المستورد، أدوات الزينة اعتمد فيها على المعادن. رقم 6، الملابس اعتمد على الكتان. رقم 7، دليل تاريخيا، اهتم المصري القديم بشؤون الري. رقم 1، حيث حفروا القنوات وشقوا الترع وأنشأوا الجسور. رقم 2، أقاموا السدود لحجز المياه وتخزينها. يبقى أقاموا السدود ليه؟ لحجز المياه وتخزينها. رقم 2، دلل، أبدع المصري القديم في الصناعة الخشبية رغم عدم توافر الأخشاب في مصر، حيث اعتمد على الأخشاب المستوردة من بلاد فينيقيا والنوبة وبلاد بونت في صناعة الأبواب والتوابيت والأساس والمقاعد والصناديق. رقم 3، دلل، لعب نبات البردي دورا مهما في ازدهار نشاط التجارة الداخلية. ازاي يا حبيبي؟ هقول حيث استخدمت القوارب، حيث استخدمت القوارب المصنوعة من سيقان البردي في نقل البضائع من مدينة لأخرى عن طريق نهر النيل. رقم 4، دلل، نشطت حركة التجارة الخارجية في مصر الفرعونية، حيث كونت مصر علاقات تجارية مع كل من بلاد فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان حاليا وبلاد بونت اللي هي دولة الصومال حاليا لجلب الأخشاب والبخور والجلود والعاج عن طريق السفن التي تبحر عبر البحرين الأحمر والمتوسط. 8، تعددت مجالات الحياة الاقتصادية في مصر الفرعونية. في ضوء العبارة حدد المقصود بفصول السنة الزراعية عند المصريين القدماء. يعني ايه الفصول الزراعية؟ هقول الفصول التي على اساسها قسم الفراعنة السنة الزراعية الى 3 فصول، وهم ايه؟ فصل الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد. رقم 2، البلاد التي كانت لمصر صلات تجارية بها قديما، يعني كانت معها علاقات تجارية قديما، احنا سألين من شوية، هي بلاد فينيقيا، بلاد
فينيقيا وبلاد بوند. رقم 9، أمامك شكل يمثل الفصول الزراعية في مصر القديمة، في ضوء هذا الشكل وضح. رقم 1، مدلول الأرقام. مدلول الأرقام بيدل عندي على فصل البذر وفصل الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد. هقول كده فصل الفيضان وكمان عندنا فصل البذر وفصل الحصاد. 2، أهمية نهر النيل في قيام الزراعة في مصر. رقم 1، حيث ساهم في تعليم المصريين القدماء زراعة الأرض وتعميرها. 2، استفاد المصريين القدماء من مياهه في شؤون الري، فقاموا بحفر القنوات وشق الترع وإنشاء الجسور وإنشاء السدود لحجز المياه وتخزينها. رقم 3، أهم المحاصيل الزراعية التي زرعها المصري القديم. زرع المصري القديم العديد من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والخضروات والبقول والفاكهة والمحاصيل النسيجية. رقم 10، بعد حفر قناة سيزو ستريس أصبحت الطرق الملاحية مفتوحة أمام السفن المصرية لتجوب البحرين. في ضوء العبارة السابقة أجاب ما يأتي. ماذا يقصد بالبحرين هنا؟ البحر المتوسط والبحر الأحمر. البحر المتوسط والبحر الأحمر. حدد أهم الدول التي أقامت معها مصر علاقات تجارية قديما. إحنا لسه قايلين مين؟ فينيقيا وبلاد بوند. رقم 3، ما البضائع التي كانت تجلب من هذه الدول؟ يعني الدول دي احنا كنا بنجيب منها ايه؟ بنجيب منها الاخشاب والبخور والجلود والعاج. هقول كده الاخشاب والبخور والجلود وكمان العاج. رقم 11، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. كان ملوك نقط لهم السبق في تنشيط التجارة مع بلاد بونت وفينيقيا، هما ملوك الدولة الوسطى. رقم 2، أي من الفصول التالية حدث خلدت فيه أرض مصر من المحاصير؟ أي من الفصول التالية خلت فيه أرض مصر من المحاصيل؟ طبعا هو فصل إيه؟ الفيضان بتخلو فيه من المحاصيل. الصورة التي أمامك تعبر عن أحد مراحل الزراعة وهي إيه؟ مرحلة الحصاد. الصورة التي أمامك تعبر عن أحد مراحل الزراعة وهي الصورة التانية دي بتعبر عن إيه؟ عن التخزين. يعتبر منتصف يونيو حدا فاصلا بين فصلي إيه وإيه؟ الحصاد والفيضان. يعتبر منتصف يونيو حدا فاصلا بين فصلي الحصاد والفيضان. جلب المصري القديم الأخشاب من جهتي إيه؟ الشمال الشرقي والجنوب. الشمال الشرقي والجنوب. 7، الصورة التي أمامك تعبر عن إيه؟ بتعبر عن التجارة الداخلية. التجارة الداخلية. التجارة الداخلية. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل اسئلتنا النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهوله واليسر، واتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بامر الله. والقاكم في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.